العراق ليس بحاجة لقوات قتالية. زين. نقطة راس صدر. لدينا من الأجهزة الأمنية القادرة والمتمكنة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد أياً كان. فما محتاجين قوات قتالية. وجود التحالف الدولي الحالي بدءاً من استدعاء هذا التحالف الدولي إثر دخول داعش يحتاج لتنظيم، يحتاج لإعادة لترتيب شكل العلاقة. نعم. هذا الوجود نبقى القوات القتالية، نبقى المستشارين، شنو المهمة؟ تدريب، تبادل معلومات، تبادل استخباراتي، شنو نوع التنسيق؟ طيب إذا حددنا هذه المهام إيش قد يبقون؟ سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هذه إرادة لها تحدد بشكل واضح وقانوني وشفاف، يعني يعلن أمام القوى السياسية، أمام البرلمان. هذا ما حصل بالفترة الماضية. الآن الحكومة تجري هذا الحوار مع التحالف الدولي.